زارة افتحي لي الباب عم اقول لك. ها في بالك هلا يا خالي هيك بتتعب يعني ما بتعود زارة افتحي احسن ما اكسروا الباب عم اقول لك. ما شاء الله عليكي ما شاء الله يا عم ادقي الباب عادي ما حينكسر. تعي نشرب فنجان قهوه بالصالون هيك بنقدر لما تطلع هي من الحمام. سارة افتحي الباب بقى افتحي لي الباب عم اقول لك. سارة لك افتحي سارة لك سيب الباب. ها ما يمشى قولك ولا كلمه ولا حرف بدي تحكي يعني انت علي بعدي ما خرج ما خرج ما خرج ما خرج ما مرحبا في حدا جوا بالحمام. سارة بالحمام ايه معلش. يخرب بيتك شو مايا ما شاء الله على هالزند على اساس انه سارة جوا بالحمام. اليك بالحمام ايه صحيح بالحمام الله يعني.